بكم. خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة مسلسل الاعتداءات المتواصل على أنابيب النفط والغاز. التقديرات تشير إلى أن خسائر السنوات الثلاث الماضية تعدت 4 مليارات و700 مليون دولار. الاعتداءات استهدفت بدرجة رئيسة أنبوب نقل النفط الخام الممتد من حقل صافر إلى ميناء التصدير في رأس عيسى على البحر الأحمر. العام 2011 شهد 45 اعتداء تركزت جميعها في منطقتي صرواح ووادي عبيدة. هذه المناطق ذاتها وقع 37 اعتداء خلال العام 2012، بالإضافة إلى 3 اعتداءات وقعت في مديرية بدبدة. عام 2013 شهد 43 اعتداء تركزت في آل شبوان والدماشقة ووادي عبيدة ومنطقتي حباب والزور، بينما بلغت الاعتداءات العام الحالي 9 اعتداءات تركزت في وادي عبيدة وصرواح. أنبوب الغاز كان له نصيب وافر من هذه الاعتداءات. الأنبوب الممتد من صافر بمأرب إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف تعرض لخمسة اعتداءات ومحاولة اعتداء فاشلة. العام 2011 شهد اعتداءين وقعا وسط الصحراء ما بين بلحاف وصافر، وفي نفس المناطق أو المنطقة وقع اعتداءان آخران عام 2012، فيما تصدى رجال الأمن لمحاولة اعتداء استشهد فيها 3 جنود. عام 2013 تعرض أنبوب الغاز لاعتداء واحد وقع في منطقة أسعد الكامل. بالنسبة للمناطق الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات فقد تركزت على النقاط التي تعرض أمامنا على الشاشة. وادي عبيدة عند الكيلو 39 و35 و49، وادي صرواح الكيلو 92 و98 و95، حباب الكيلو 107 و104، بدبدة الكيلو 117، ضورة تعرضت لثلاث محاولات اعتداء في الكيلو 89. يشار إلى أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 35% وتشكل 75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، بالإضافة إلى 90% من الإجمالي العام للصادرات. وبحسب مختصين فإن وتيرة الاعتداءات زادت بفعل استمرار الانفلات الأمني الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين من جهة، وعلى اقتصاد البلد الذي شارف على الانهيار من جهة أخرى.